يا سامي بعت كربته هذاك يبعت كربته يا الحمولة الحمولة تبعت كربته علاش مخليها غير يا عاد يا وحيد يا وحيد بعت كربته يا وحيد تاع الحانوت هو زي يمشي وشوف فيه كان كدفاع ترجع تك ضرب الشباك وخرج خرج من الشباك اللي مو غادي معناها من هنا خرج من الشباك واحد وكنيسة تحرقت ويمشي يمشي الناس ما كانت تعرف في وسطها وبيده في وسطها وبعد Hey!